قوله عليه الصلاة والسلام: فإن صلاتكم تبلغني حيث كنت. حيث ظرف للمكان، وهذا هو الأصل فيه، وقد يأتي للزمان، لكن الأصل فيه هو المكان. من ثم فإن بلوغ سلام المسلم على النبي عليه الصلاة والسلام يصل إليه من أي مكان، بقوله حيث كنتم. ففي أي مكان يكون فيه الإنسان فإن سلامه على النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه، حتى ولو كان خارج هذا الكون، كمن يذهب إلى الفضاء ويصلي أو يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فإن الحكم سواء، وليس ثمة تفريق لعموم الظرفية المكانية التي دلت عليها كلمة حيث.